أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم من جديد. كشف رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري عن ارتفاع أعداد السائحين البريطانيين بنسبة 30% خلال العام الماضي، على الرغم من حظر بريطانيا للسفر لمدينة شرم الشيخ. وقال الدميري إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفع بنسبة 55% على أساس سنوي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، وأضاف أن السياحة العربية استحوذت على 30% من إجمالي السياحة الوافدة لمصر خلال العام الماضي مقارنة ب 15% في عام 2016، في حين ارتفعت السياحة الآسيوية الوافدة لمصر إلى 10% من 5%.